موجز العشرة صباحا من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم. بداية، أحيت الجزائر أمس الذكرى الثانية لليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشها من أجل الديمقراطية بتظاهرات ثقافية وأنشطة عكست في مجملها الرابطة القوية بين الشعب وجيشها. تلاحم شمل تنظيم تظاهرات وتكريمات بالإضافة إلى انطلاق قوافل طبية لفائدة مناطق الضلة. كما غرست أشجار والأمل في أرض سقيت بدماء الشهداء الطاهرة. من جهتهم، فنانون أحيوا الحدث بإنجاز جداريات فنية، كما كرم من كانوا في الخطوط الأمامية لمواجهة وباء كورونا. هذا وقد خرج مواطنون في العاصمة وبعض الولايات أو ولايات الوطن في مسيرات جابت الشوارع والأحياء الرئيسية، رافقتها الأسلاك الأمنية بتغطية شاملة حافظت من خلالها على الطابع الحضاري لهذه المسيرات. إلى الانشغال الصحي الآن، وعن تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 112,094 حالة، في حين تماثل الشفاء 77,225، من بينهم 149 تماثلوا للشفاء. كما سجلت 3 وفيات، ليصل العدد والإجمالي إلى 2994 حالة وفاة رحمهم الله. إلى أحوال الطقس الآن، حيث حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 80 كيلومتر في الساعة، وتطاير للرمال محليا ابتداء من اليوم بولاية جنوب تبسة، جنوب خنشلة، بسكرة، الوادي، ورقلة، شمال غردايا وشمال إليزي. دوليا، وفي الملف الإيراني، هدد مرشد الثورة علي خامنئي بأن بلاده قد تقدم على تخصيب اليورانيوم بمعدل لا يقل عن 60%، وهو تحد صريح للقوى الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تطالبها باحترام بنود الاتفاق النووي المتفق عليه العام 2015، الأمر الذي ترفضه طهران قبل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. يشار أن إيران قد توصلت أول أمس إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقضي بالسماح المحدود لمفتشي الوكالة بمراقبة منشآتها النووية، وهو الاتفاق الذي وصف بالهش بعدما دخل قانون إيراني يحد بشكل كبير من وصول المفتشين إلى المنشآت الإيرانية حيز التنفيذ. في موضوع آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم قمة لقادة الدول للبحث في آثار تغير المناخ على السلام العالمي، وذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد وبمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. القمة هذه تعقد أيام فقط من عودة الولايات المتحدة رسميا إلى اتفاق باريس للمناخ بعد تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة في أمريكا. هذا وأعربت بعض الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عن مخاوفها بشأن تأثير تغير المناخ على الوضع الأمني. في جديد وباء كورونا عبر العالم، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن بدء تخفيف حذر على قيود الحجر الصارم المفروض على بلاده منذ مطلع العام الحالي، حيث تبدأ المرحلة الأولى في 8 مارس أذار المقبل مع إعادة فتح المدارس والسماح ببعض الأنشطة الاجتماعية في الهواء الطلق. أما حظر توافد ودخول الأجانب إلى المملكة المتحدة لن يرفع قبل منتصف شهر مايو أيار المقبل. إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا تتوفر لديها معلومات تشير إلى أن أي من اللقاحات المستخدمة للوقاية من كوفيد-19 قد تمثل خطرا على صحة البشر.
في الكونغو الديمقراطية لقي السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو مصرعه أمسية في كمين نصبه مسلحون لموكبه العامل ضمن برنامج الغذاء العالمي بإقليم كيفو شمال شرقي البلاد. الهجوم خلف أيضا مقتل الحارس الشخصي للسفير وسائق يعمل لصاحب الموكب. أخيرا في الرياضة ولحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، يواجه صالة اليوم فريق مولودية الجزائر يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة. وكانت المولودية قد نجحت في فرض التعادل 0 لمثله خارج القواعد على الزمالك المصري نائب بطل إفريقيا، وذلك خلال الجولة الأولى من هذه المنافسة. للإشارة المباراة ستنقل مباشرة على القناة الأرضية ابتداء من الساعة 8 مساء، فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المغامرة الرياضية الإفريقية. نهاية الموجة، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.